طبعا انتوا عارفين ان من ساعة ما فيلم ابو نسب نزل الفيلم حقق ايرادات كبيرة جدا، رسائل جات لنا هنا في كلاكات كتيرة جدا 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 عن الفيلم، ان الفيلم لذيذ من الافلام المختلفة، وجات لنا رسائل كتيرة جدا عنه. عشان كده بقى النهاردة وبناء على طلب كل محبي فيلم ابو نسب، معانا النهاردة المخرج المتميز اللي بالنسبة لي شرف كبير جدا 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 ليا ان هو هيكون معانا النهاردة في مداخلة في كلاكات، المخرج العظيم والمختلف رامي امام. برحب بيكم، نورنا هنا في كلاكات. لينا انا متشكر جدا طبعا على التقديمه دي، وانا اللي مبسوط ان معاكم وسعيد انك انتوا بتتكلموا على ابو نسب. اولا بحيي جمهورك وبحييكي وسعيد اني موجود معاكم. انا اللي مبسوطه قوي 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 ان انت معانا النهارده، وفي البدايه اكيد حابه اشكرك على ده، وطبعا الف الف مبروك على نجاح الفيلم ابو نسب، فيلم مختلف، وده طبعا باين اكيد جدا من الايرادات، لان الايرادات دليل كبير قوي على نجاح الفيلم. والله الحمد لله، الموسم بالنسبة لنا كان يمكن تحدي كبير، بالذات بعد الأحداث اللي كانت بتحصل وكلنا عارفينها، فكان مهم بالنسبة لنا ان احنا نحسن التوقيت النزول. كانت بالنسبة للأساتذة المنتجين تشالنج كبير، الحمد لله ربنا كرمنا، الأرقام الحمد لله كويسة جدا. كانت مسؤولية بصراحة يعني، بس أنا سعيد برد الفعل بصراحة، وبسمع كومنتات كتيرة جدا أكيد هنتكلم فيها واحنا ماشيين. حاجة بقى من الحاجات اللي شفتها ولفتت نظري كده، شفت فيديو لحضرتك نهاية تصوير الفيلم، كان فيه كمية مشاعر جميلة جدا. عارف كده، في فيديوز الواحد لما بيشوفها على السوشيال ميديا بتحسس الواحد كده بإيه، من كتر ما بيبقى متأثر بيها، زي ما بتقول جسمه بيقشعر كده بيها. الفيديو ده كان بينك وبين طبعا الفنان الكبير محمد إمام، مش لمس قلبي انا بس، اعتقد لمس قلوب كل الناس اللي شافت الفيديو، ويمكن اعتقد ان الجمهور العادي ما يعرفش ان تقريبا دي اول مره تقوم باخراج عمل للفنان محمد امام كبطوله ليه. عايزه بقى كده ايه تكلمني عن الفيديو ده واحساسك كان ايه، لان اكيد برضو حاجه مختلفه. بص يا لينا، انا مهما اقول لك رد الفعل لما الفيديو ده محمد نزله عنده على السوشيال ميديا، انا الحقيقه كنت مسافر بره مصر وكان تليفوني مقفول، واول ما وصلت لقيت كم رسائل مش ممكن قادر اقول لك، وكم الدعاء اللي خدناه انا ومحمد. الحقيقه انا استغربت فعايز اعرف فيه ايه، فبصيت لقيت ان محمد نزل الفيديو. الفيديو ده كان في اخر يوم تصوير لينا، عشان احكي لك كواليس الفيديو ده. وكان في اخر يوم تصوير، وكان بقالنا بنصور حوالي 4 شهور الفيلم متواصلين، والاربع ايام الاخرى بتوع الفيلم كانوا من اصعب ما يكون، لان احنا كنا بنصور في درجه حراره حوالي 50 درجه، الرطوبة قلعة في تراب، فكان 4 أيام صعبين جدا. فبحيي كل الناس بصراحة، وطبعا كان على رأسهم النجم الكبير جدا جدا ماجد الكدواني طبعا اللي احنا نتكلم عنه أكيد لازم، وسبت محمد للآخر، لأنه محمد بالنسبة لي المشاعر اللي شفتوها كلها طالعة من القلب. محمد اتولد على إيدي، أنا أخوه الكبير، ومحمد انا شفت خطواته في الفن كانت عامله ازاي، وشفت بداياته وعدم اعتماده على والده، وحرصه الشديد وحرصنا الشديد على عدم اعتمادنا على والدنا، خلى محمد بالنسبه لي حاله خاصه جدا، لانه بيحفر، بمعنى بيحفر عشان يوصل لمكانه هو نفسه بيحلم بيها. وانا كنت متحمل مسؤوليته كبطل، زي ما انت تفضلتي وقلت ان انا بشتغل مع محمد كان كبطل بعد ما اشتغلت معاه كممثل بيبدا حياته. المشاعر عندي تضاربت، المشاعر عندي شفته وهو صغير وفي وقت من الاوقات وهو بيتولد على ايدي، وفجاه بيكبر، وفجاه انا ببقى المخرج لاخويا الصغير اللي اصبح ما شاء الله نجم. طبعا انا عايز اقول لك انا ما مسكتش نفسي، وزي ما وصل لكم الاحساس كان واصل الاساتذه اللي معانا في التصوير. انا الفيديو ده بحبه جدا والله، ما تخيلتش رد الفعل. لا الفيديو ده احنا من ورا شاشه الموبايل كل اللي شاف الفيديو اتاثر. انا بقول لك انا وانا بتفرج عليه كان اللي هو جسمي مقشعر وعيني مدمعه، انا من الناس اللي هم دمعتهم كمان قريبه، فعلى طول بتلاقيني اللي هو ايه اي حاجه بتبقى ايموشنال جواه، معاني واحاسيس كتيره جدا. انا كنت حاسه بكل كلمه انت قلتها دلوقتي معايا في المداخله، ونفسي اوريك السعاده اللي على وشي عامله ازاي وانت بتتكلم على ان انت حاضر كل حاجه ليها علاقه بيه وبقصته كلها، حاجه طبعا احساسها جميل جدا. عايزه كمان اسالك على حاجه، انتوا الفيلم انتهيتوا من تصويره من فتره كبيره جدا، يمكن موسم السينما في الصيف كان منتعش جدا، وانا عارفه طبعا ان دي حاجه انتاجيه اكتر، بس يهمني كده اعرف
رأي حضرتك ايه كمخرج، وشفت ليه ان ده الوقت المناسب لنزول الفيلم؟ طبعا اختيار الفيلم مش باختيار المخرج خالص. المخرج بيقول رايه، انما في الاول في الاخر يبقى الفيلم اختيار نزوله للساده المنتجين والموزعين، وهم بالنسبه لهم يبقى اقدر ناس شايفين ميعاد نزول الفيلم فين. الفيلم بصراحه يا لينا كان فيلم صعب جدا 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 في تنفيذه وفي خطوات تصويره على مستوى فكره الاساتذه الممثلين الكبار اللي كانوا معانا من على نطاق الاكشن الموجود فيه، الكوميديا، التركيبة، كل ده أخدت مننا وقت. وأنا وجهة نظري كمخرج بتبقى يعني قصدي كرامي إنه لازم أي عنصر ناجح ياخد وقت. فبالتالي كان بصراحة السادة المنتجين والموزعين شايفين إن الفيلم ده من حقه إنه ياخد وقت في البوست برودكشن، ألا وهو المونتاج والصوت والمكساج وكل العناصر اللي إحنا عارفينها ما بعد انتهاء تصوير الفيلم. وهم كانوا بصراحة شايفين الرؤية دي إن الفيلم محتاج ياخد وقت أكتر في المرحلة دي. موسم الصيف طبعا كان موسم مغري جدا والأرقام الحمد لله كانت كبيرة جدا فيه، ولكن كل فيلم بياخد نصيبه، وأنا سعيد إن احنا خدنا الوقت الكافي إن احنا نطلع فيلم بالشكل ده. هو فيلم من الافلام اللي الجمهور كان متحمس له. انا شخصيا كمان هنا في كلاكات كنت كل ما بيبقى عندنا اخبار على الفيلم، فعلا انتوا بتحضروا الفيلم بقالكم كتير قوي، واعتقد ان ده سبب من الاسباب ان الفيلم عمل الحاله دي مع الجمهور. على سيره بقى الكوميديا، انا من مصادري الخاصه عارفه ان انت دمك خفيف بطريقه غريبه جدا، لدرجه ان انا بقى عندي فضول نفسي اشوفك بتمثل في يوم من الايام. هل ده بقى ممكن يحصل ان احنا نشوف المخرج رامي امام بيمثل كوميدي؟ اولا انك تشوفوه بيمثل دي في حد ذاته خطوه محتاجه مليون سنه تفكير، انما بيمثل كوميدي دي عايزه من 2 مليون. بص اقول لك على حاجه، يعني موضوع الدم الخفيف ده بتبقى حاجه رباني كده، يعني هو اكاد اقول لك في الجينات يعني سبحان الله. انما انا عمري ما بشوف دمي خفيف، انا طول الوقت بشوف ان انا عايز ابقى طول الوقت مصاحب الناس اللي معايا وبحب اكون معاهم وكده واتعامل معاهم عشان ما احسش بالغربه في التصوير. الحمد لله بتبقى الموضوع بيبقى لطيف، بوصل احساسي للناس عن طريق شويه ضحك بساط عن طريق الفكره، لكن امثل الكوميدي. وعايز اقول لك على حاجه، يعني انا يمكن فكرت في وقت من الاوقات ان انا امثل او ارجع للتجربه تاني، لكن برجع تاني لفيلم النوم في العسل لو تفتكريه، كنت عندي ساعتها 17 سنه. ايوه، وكانت تجربة صعبة جدا، فأقول الحمد لله رب انك انت خليتني مخرج. بس بحس ان الاخراج برضو حاجة، يعني التمثيل طبعا صعب جدا والدخول في الكاركتر، بس الاخراج ده صعب، يعني صعب قوي قوي. بصي اقولك على حاجة برضو كويس ان احنا نتكلم فيها، يعني يمكن انا معظم مشواري من ساعة ما بدأت لحد النهاردة كانت الاعمال اللي طاغية عليه اكتر فيها الصبغة الكوميدية. صح، وده حطني في وقت من الاوقات وما زال بيحطني على فكره ان يقول لك ده مخرج بيعمل كوميدي. انا على فكره مش مع تصنيف المخرج الكوميدي، انا زي الممثل على فكره. صح، الممثل لما بيبقى ممثل شاطر جدا يقدر يعمل كوميدي، بيبقى عنده النزعه الكوميديه لطيفه، انما لازم يكون ممثل في الاساس، ممثل قوي، يعمل الدور ده تراجيدي، يعمل الدور ده اكشن، يعمل الدور ده كوميدي اكشن تراجيدي، يعني لازم يكون متلون ومتنوع. انا من نوع من المخرجين كده، يعني انا عن نفسي تخبيري لنفسي كده من خلال اعمالي كلها. انا عملت فيلم اسمه حسن ومرقص. صح، حسن ومرقص ما كانش فيه الناحيه الكوميديه قوي. لا دي حقيقه، انا عايز اتجوز، وبعدين جيت عملت عوالم خفيه، وبعدين جيت عملت سبوح، يعني انا احب التنوع. وبناسب على فكره ممكن تلاقي اكبر حاجه واكثر حاجه بتميز رامي فيها. بصي انا الناحيه الكوميديه لازم تكون موجوده جوايا غصب عني. صح، هي جينات برضو، ما لازم نقول كده. بالظبط بالظبط. انا مبسوط، وعلى فكره السوق هو اللي بيوديني فين. انا كمان بسيب نفسي للماركت بتاعي، والله لو انتوا جماعه شايفيني ان رامي شاطر كاكشن انا هروح في الاتجاه ده، شاطر كاكشن كوميدي هروح في الاتجاه ده. بيبقى جوايا رغبه ان انا عايز اروح في اتجاه معاكس، لكن لازم اسمع كمان للماركت للسوق. لازم كمان قبل بقى ما اروح اتكلم على النجم ماجد الكدواني، لازم اسالك كده على الفنان محمد امام. احنا لسه كنا بنتكلم عنه، بس لازم اسالك بقى بعيدا عن الفيديو اللي نزل، محتاجه كده اعرف انت شايف نجوميته دلوقتي ازاي من وجهه نظرك كمخرج. بص يا لينا، محمد انا بس ايه، مش عايز اكون زي اللي بيشهد العروس،
لا لا هو اصلا يعني مش كده خالص، بس هو النجم. انا نفسي اوريك كمية المسجز اللي بتجيلنا عليه والناس بيحبوه ازاي. وانا حتى لما بتابع على السوشيال ميديا طبعا بقى، انا على كل الجروبس اللي ليها علاقة بالتمثيل والممثلين والافلام والمسلسلات، لا هو كمان الناس بتحب تمثيله لان هو حقيقي قوي. فلا هي اي حاجة هتقولها الناس هتبقى عارفة ان انت بتتكلم بجد فعلا. محمد بيشتغل على نفسه كممثل بشكل انا يمكن ساعات بأشفق عليه فيه، من ناحيه فكره انه محمل نفسه ساعات كتيره جدا اكتر من طاقته. نتيجه انه هو اولا انا من وانا صغير انا ومحمد انا بشوف محمد بيجيب افلام قديمه جدا ابيض واسود، سواء الفنان الكبير علي الكسار، اسماعيل ياسين، سواء الافلام الكلاسيكيه، سواء افلام السبعينات الثمانينات واتفرج عليها، ده من الناحيه المصريه والعربيه. اما من الناحيه الاجنبيه فمحمد حدث ولا حرج. محمد ممكن يقول لك الفيلم ده عمل ايه سنه كام وايراده عامل ازاي، وكان يتابع الايرادات للافلام الاجنبيه. فتقدر تقولي من مشوار محمد وهو صغير ان هذا الولد او الشاب شارب الفن بشكل كبير جدا جدا جدا، تطور عنده الموضوع التمثيل الى انه كان هوايه اصبح الموضوع بيكتشف نفسه فيه خطوه بخطوه. تقدر تقولي ان محمد طول الوقت مخه شغال على انا هعمل ايه جديد، ايه اللي مختلف عندي، بيطور. تمثيل طبعا بالظبط كده. اختياراته كمان بتبقى مهمه قوي وقت من الاوقات. انت لو لاحظت محمد بتلاقي مثلا في سنه من سنين اختياره كذا، اختياره الثاني بعد كده بيختلف، الثالث وهكذا، وده مهم للفنان مش محمد نفسه بصفه خاصه، للفنان بصفه عامه. صح، ان يبقى فيه كمان التنوع، ومش بس التنوع، يكون عارف ايه الادوار اللي بتناسبه. بصي في ناس يعني طبعا نجومنا الكبار زمان عملوا حاجه يمكن دلوقتي الاساتذه اللي موجودين ممكن يعملوها، ان هم مثلوا كتير. صح، يقول لك تمالي مثلي كتير، اخرجي كتير، اشتغلي كتير، اكيد في وقت من الاوقات هتظبطي حاجه، هتشوفي مشاكلك فين وعيوبك فين وتبداي مع الوقت تشتغلي عليها. الخبرة. اعتقد ان محمد بدا يحط ايده شويه، مش كتير بمعنى انك انت الكم وليس الكيف، لا انا قصدي بتكلم على انه مر بالتجارب الكتير. صح، محمد عنده استعداد ان هو يمر بتجارب كتيره في حياته. دي حاجة مهمة جدا، واعتقد ان ده سبب من الاسباب. يعني انا برضو لما سمعتك كده بتتكلم ان هو من زمان بيتفرج على حاجات وبيشتغل دلوقتي على الكاركترز وبيحاول يختار ادواره، اعتقد ده اكيد سبب من اسباب قد ايه نجوميته مختلفة جدا. لازم كمان بقى اسألك على النجم ماجد الكدواني، تحب بقى تقول له ايه بعد النجاح الكبير جدا ده؟ وماجد الكدواني يعني برضو من الممثلين اللي ما يختلفش عليها اتنين. اديني بقى فرصتي عن ماجد الكدواني ارجوك. لانه الكلام يطول ويطول ولا يطول عن العظيم ماجد الكدواني. ماجد الكدواني ليس مجرد فنان مصري، انما حاله انسانيه مصريه فاقت توقعات اي بني ادم ممكن يتخيل ان الفن المصري يوصل لهذه الدرجه. ماجد الكدواني اقدر اقول لك انه جابها من تحت جدا، وانا شاهدت في خلال مسيرته ارتفاعات ونزول وانحدارات وثم مقاومه وطلوع تاني اكتر من كذا مره. الراجل ده انا قلتها له في وشه وبقولها تاني، اللي ما مثلش مع ماجد الكدواني او اللي ما اخرجش وما اشتغلش مع ماجد الكدواني كانه ما اشتغلش. ماجد الكدواني الراجل ده اولا قادر على انه يضحكك، يعيطك، يخليك تتاثري، يعمل جمله، يقول جمله يخلي مصر كلها بتتكلم عنها. هذا هو الفنان العظيم، هذا هو يعني يمثل مصر فعلا. لو عايزين يا جماعه تعرفوا مصر فيها مين، شوفوا ماجد الكدواني. ماجد الكدواني النهارده اصبح يعني مش ايقونه في الفن عندنا، بنحب نشتغل معاه على المستوى الفني وعلى المستوى الشخصي. انت لما تروح الكواليس بتاعت ماجد الكدواني، اولا هو في منتهى الهدوء اللي في الدنيا، يحترم العمل جدا ويحترم المخرج وجميع الاساتذه الممثلين الاخرين، ويحترم الدراما جدا جدا جدا، وده اللي بتميز ماجد الكدواني. ماجد بيحب الدراما جدا يا جدا. ماجد بيشتغل على الدراما، ماجد يحب تلاقي الدراما، يحب يشوف نفسه في الدراما عامله ازاي. واقول لك على حاجه كمان، هديكي مثل ابو نسب. ابو نسب ده من اصعب الادوار لماجد اللي هو دور داوود الشين، طبعا ان هو يقدر يعمله بالشكل ده. الرياكشن عند ماجد في داوود الشنش او في الفيلم في ابو ناسب يخلي الفيلم في اتجاه تاني خالص.
ماجد الكدواني هو رمانة الميدان في أبو نسب، لو عمل الرياكشن بشكل أقل شوية من اللي هو المفروض يتعمل فيلم في حتة تانية خالص. صح صح، هذا هو ماجد الكدواني. انا مبسوطه قوي بكلامك عليه، يعني لو شايف وشي كده وانت بتحكي عليه انا قد ايه حاسه بحب ان انت بتتكلم عنه، وقد ايه عن طبعا النجم شخصيته كمان حاجه مهمه جدا، يعني مش بس على المستوى المستوى التمثيل، لا كمان على المستوى الشخصي. وطبعا هو نجم من النجوم اللي فعلا ما يختلفش عليها اتنين، وهو فعلا زي ما حضرتك كده قلت ان هو رمانه الميزان في الفيلم. حاجه برضو من الممثلين لازم اسالك عليهم، ان هو التعاون الاول بينك وبين الفنانه ياسمين صبري. طبعا بأول مرة بشتغل مع ياسمين، أنا ياسمين بتابع خطواتها من زمان جدا، من فترة كبيرة يعني، وياسمين عندها القدرة إنها تقدر تبقى في مكانة تمثيلية مهمة جدا، وبقولها عادي جدا، وهي ياسمين صاحبتي، لو هي اشتغلت على نفسها كتير، وياسمين بتشتغل على نفسها. أنا في أبو نسب مع ياسمين اكتشفت ممثلة ممكن كتير جدا 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 ياسمين تبقى في مكانة تانية خالص، وأنا عجباني ياسمين في الفيلم، وكانت تجربتي معاها تجربة حلوة جدا، لأن الأول مرة كنت تشوفوا ياسمين في الفيلم فيها مشاعر إنسانية ما كانتش موجودة في معظم أعمالها. وياسمين لما تتابعي خطواتها سواء في طريقي سواء في الأول خالص كانت طبيعية جدا وما زالت طبيعية. صح، تجربتي معاها إن أنا انبسطت جدا مع ياسمين، انبسطت جدا في كواليس ياسمين. ياسمين غير ما تتوقع الاخرين او الاخرون على ما بيقولوا. يمكن انا بالنسبه لي على المستوى الشخصي بلاقي ان انسانه بسيطه جدا، لذيذه جدا، في اللوكيشن محترفه موجوده. انا استمتعت بصراحه بالشغل مع ياسمين. مستمتعه قوي، نفسي اقعد اسالك عن كل حد في الكرو قد ايه انت. انا مبسوطه قوي ان انت بتدي كل ممثل حقه في الاجابه وفي الرد على كل الممثلين. حاجه برضو من الحاجات اللي انا لازم اسالك عليها وهي الايرادات. حقيقه بقى ان الفيلم حقق اعلى ايرادات في السعوديه برضو في الاسبوع الثاني لعرض الفيلم في الخليج، ده حاجه كبيره جدا. دي حاجه مخيفه مش كبيره يعني، السوق السعودي سوق كبير طبعا، محترم جدا، ومؤخرا اصبح السوق السعودي هو نافذه اخرى للفن عندنا. صح، فبالتالي لازم ان يحترم سواء من ناحيه الفن اللي عندنا اللي بيقدم ويتعرض هناك، سواء من ناحيه الجمهور السعودي برضه لازم الى حد ما توصلي له او توصلي له فكرك. طبعا دي كانت بالنسبه لي مفاجاه، انه فيلم مصري يوصل انه يبقى رقم واحد الاسبوع الثاني من عرضه في السعوديه. ده بالنسبه لي كان شيء يعني انا فرحان جدا طبعا بده، فرحان برد الفعل كمان على نطاق اوسع للرد الفعل العربي عامه، سواء في منطقه الخليج او في الشمال العربي او في الشرق الاوسط، وفرحان اكتر كمان برد الفعل العربي اللي موجود خارج نطاق الوطن العربي سواء في اوروبا او في امريكا. ايوه، انا دي حاجه فعلا كنت عايزه اسالك عليها، هل بتتابع برضو الايرادات في اوروبا وامريكا الدول الاجنبيه؟ طبعا طبعا، رد الفعل والايرادات ده مهم جدا بالنسبه لنا كصناع للدراما عامه، لان ده اللي بيخليك تمشي، ده اللي بيخليك تقيمي نفسك. رد الفعل ده مهم قوي، سواء بالسلب قبل الايجاب، والارقام طبعا بتبقى عنصر مهم، انت ماشيه ازاي، الفيلم مؤثر في الناس ازاي، الناس بتستقبله ازاي، طبعا مهم. يعني انا نفسي افضل مكمله المداخله لحد نهايه الحلقه، لان انا مستمتعه جدا 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 بالكلام معاك، بس لازم بقى انهي مداخلتنا بالسؤال اللي مش عايزه اقول كليشيه، بس لازم كده اكون عارفه اي حاجه كده حصريه عندي هنا في كلاكات. عايز اعرف بقى الجديد عند المخرج رامي امام ايه الايام اللي جايه. والله بصي، يعني جديد هو انه كل مره بخلص فيها عمل ببقى نفسي اعمل حاجه مختلفه عن اللي انا عملته. طبعا ده الكلام اللي انا بقوله كليشيه زي اي ما اي حد هيقوله، انما ايه الجديد؟ والله في فكره ظهرت مؤخرا، يمكن هديكي نبذه عنها اكسكلوسيف، وهي فكره عجبتني جدا من حيث الكونسبت، هي الريميك بتاعه الافلام القديمه. اوكي، التكيات المصريه اللطيفه جدا، هي خطوه تحدي وخطوه خطر بصراحه، بس انا بحب الحاجات اللي فيها تحدي وخطر. عجباني الفكره، في موضوع بنشتغل عليه ريميك لاحدى الافلام الكلاسيكيه لطيفه جدا الكوميديه جدا اللي انتجت في السبعينات،
بنشتغل عليها دلوقتي، مش هديك التفاصيل قوي غير لما يجي وقتها يعني. انا بكتفي جدا بالتفاصيل دي. بص ازاي انا شخص بيرضى بكل حاجه، يعني التفاصيل دي بالنسبه لي هايله، لان انا بحب قوي افلام ايام زمان، وبيبقى نفسي يعني دايما كده بقعد اتكلم مع والدي ان انا نفسي اشوف الافلام دي بابطال دلوقتي، فدي فكره محمساني جدا، وان شاء الله تنفذها وتكسر الدنيا وارجع اكلمك هنا تاني في كلاكات وابارك لك عليها ان شاء الله. يسعدني جدا جدا، انا بشكرك على اتاحه الوقت ليا ان اقول كل الكلام ده كله. انا عارف وقتك ثمين جدا، انا اللي بشكرك. تعب يبقى اغلى من كده، انا عارف وبشكرك وسعيد بلقاء. وانت على فكره من الحديث معاكي لطيفه جدا على فكره. شكرا جدا، دي شهاده يعني اعتز بيها، وبجد بشكرك جدا جدا. ميرسي يا لينا، واشوفك على خير دايما، وشكرا لجمهورك ومستمعينك كلهم. انا اللي بشكرك جدا، المخرج العظيم رامي امام، وكده نورتني في مداخلتك هنا معايا في كلاكات، وعقبال بقى ان شاء الله ما اعمل معاك كده ايه لقاء يبقى فيس تو فيس ان شاء الله. ان شاء الله يسعدني في اي وقت. الف الف مبروك على الفيلم. شكرا، الله يبارك فيك. مع السلامه. مع السلامه.